على القلويدات اللي خلصنا من عدها الجزء المتعلق بالقلويدات، شنو هي، شلون التركيب الكيميائي مالتها، وعرفنا فوائدها لكل من النبات والإنسان، قسم من فوائدها للإنسان. أنا طبعا لازم أنبهكم أنه هو القلويدات هي بيها جزء من السمية سامة، وكل المركبات صح ان احنا ناخذ النباتات الطبية وعلى اساس ان هي مفيدة وبيها فوائد، لكن يبقى بيها سايد افكت، يعني استعمالها بتراكيز معينة هواي قد تسبب سمية او اضرار، وقسم من عندها اصلا هي سامة، يعني استخدامها سام يكون هواي من عندها، خصوصا القلويدات. واحدة من هاي المركبات اللي هي سايكلوبامين، اللي هو ينعزل هذا القلويد من نبات متواجد بشمال أمريكا كورن ليلي. استهلاك هذا النبات من قبل الحيوانات يسبب إلى سمية، لهذا السبب ما تستهلكه، هي تتحسسه. أحد الحيوانات اللي استعملته راح يطلع اللي أكلته أثناء فترة الحمل، نشوف الخوف اللي طلع من عدها يكون عادة بي تشوهات، خصوصا بتأثر على الأجزاء اللي تكون بجانبين، يعني مثلا العين ما انفصلت، هاي العين فظهرت كما لو انه للنبات عين، للحيوان عين واحدة، فهذا رأس الخوف ظهر بشكل عين واحدة إليه، لأن أثرت على الانفصال للأجزاء اللي هي بجانبين. انزين طبعا مو بس هذا القلويد، حتى النيكوتين اللي هو يستخدم بالسجائر، هذا استهلاكه بالسجائر يكون بتركيز يعتبر قليل، لكن اذا بلع او اذا استهلك مباشره راح يسبب لنا سميه، يحتاج الى غسيل معوي، قد يسبب هواي اضرار، حتى المورفين وغيرها، فاكثر القلويدات بها سميه، فاستهلاكها يؤدي الى التسمم. نجي على موضوع تسمية القلويدات، شلون نسمي القلويد، يعني احنا موجود بالنبات عزلناه واستخلصناه ونقيناه. التسمية مالت النبات اذا تذكرون بها شبه من تسمية اجناس وانواع النباتات، فمثلا ان احنا نسمي القلويد من اسم النبات اللي عزلناه منه، يا اما اسم الجنس يا اما اسم النوع. فمثلا عندنا من نبات اسمه اتروبا بلادونا اللي هو نبات ست الحسن والجمال، عزلنا قلويد فسميناه باسم الجنس مالته الاتروبين. انزين او من النوع مالته عزلنا قلويد ثاني فسميناه بلادونين، لان هذا النبات بهواي قلويدات، فاثنين من القلويدات واحدة سميناها باسم الجنس او اسم النوع. مثلا الكوكاين، الكوكاين اللي هو الكوكاين اللي هو معزول من نبات الكوكا الأريثروزايلوم كوكا، فأخذ الاسم من الجنس كذلك. أوقات ما نسمي باسم الجنس أو اسم النوع، أوقات قد نسمي باسم العالم اللي عزله، هذا عالم اللي هو بيلتر اللي ذكرناه من الساعة، عالم فرنسي قدر يعزل قلويد البليترين من قشور الرمان اللي هو يستخدم في علاج الديدان، من قشور الرمان فسماه باسمه. انزين قد يكون التأثير من التأثير العلاجي للقلويد، يعني مثلا قلويد الناركوتين، طبعا طلاب انتبهوا اكو فرق بين قلويد النيكوتين والناركوتين، اخاف يعني مثلا من يجي سؤال عليه. قلويد اللي هذاك نيكوتين، هذا ناركوتين اللي هو اشتق اسمه من تأثير المخدر ناركوتيك، معناها مخدر فسميناه ناركوتين. أوقات من الاسم الشائع، يعني مو بس اسم الجنس أو اسم النوع، الاسم الشائع للكائن مثلا مثل الفطر إرغوت، فعزلوا منه قلويد سموه إرغوتامين. زين فهاي القواعد العامة للتسمية، أهم شيء نشوفها إنه هو دائما المركب ينتهي، القلويد ينتهي بآي إن إي، آي إن إي معناها هذا المركب قلويدي، فإذا شفنا أي مركب واحتارينا به إذا ينتهي بهذا المقطع فمعناها هو مركب قلويدي، راح نشوف مثلا محاضرة الجلايكوسيدات فقط آي إن عادة ينتهي. زين نجي على الخواص الكيميائية والفيزيائية للقلويدات.
إنزين، القلويدات عموما قلنا إحنا هي مركبات حلقية بيها نيتروجين. إنزين، فأوكات تكون على شكل نسميها free base، قلويدات حرة يعني بهذا الشكل مالتها، لكن من تتواجد هي بداخل النبات قد ما تكون بهذا الشكل، قد تكون بشكل أملاح، لأن هذا النيتروجين يحتوي على لونج بير يعني إلى قابلية على الاتحاد، فمثلا ينتحد ويا أحماض مثل ال HCl أو أحماض لاعب ال H2SO4، فتجي ذا جزء الهيدروجين يتحد ويا النيتروجين فراح يكون لنا ملح، فأما أن يكون على شكل قاعدة أو يكون على شكل ملح، أو في بعض الأحيان يتصل بجزء سكري فيكون على شكل جلايكوسيدات، فمتواجد بالنبات أما حر أو على شكل ملح أو يرتبط بجزء سكري يعني جلوكوز فركتوز، فراح يكون لنا مركب جلايكوسيدي فأيضا يتواجد بالنبات بهاي الخاصية. نجي على الطبيعة الفيزيائية للقلويد، الطبيعة الفيزيائية إلى يعني شلون يتواجد بالطبيعة. عادة إذا نعزل أو ننقي القلويد راح نشوفه على شكل صلب كريستل، شوفوا هاي مثل الحبيبات اللي كريستل مادة صلبة، الأقلية من عندها راح من تتنقى تكون على شكل سائل مثل النيكوتين اللي قد يكون على شكل قلويد سائل. إنزين، معظم القلويدات عديمة اللون يعني تطلع شفافة مثل البيضة شفافة، أكو قليل من القلويدات مثل الكولتشيسين وغيرها ينطينا لون أصفر. عموما القلويدات اللي أنبيها سامة فهي مرة المذاق. إنزين، نجي للذائبية، يعني إحنا من نعزلها أو قبل لا نعزلها هي وموجودة بالنبات وين بشنو الذوب. إذا هي وموجودة بالنبات من نريد نستخلصها الذوب بالكحولات، لكن إذا نقيناها فصارت قلويدات حرة، القلويدات الحرة إحنا مو قلنا ما تتواجد القلويدات بصورة حرة مثل ما هي أو على شكل أملاح، فإذا على شكل أملاح الملح عادة وين يذوب؟ يذوب بالماء، فأملاح القلويدات تذوب بالماء وما تذوب بالمذيبات الغير قطبية الثانية. لكن إذا متواجدة القلويدات بصورة حرة يعني مو على شكل ملح، على شكل مركبات قاعدية بها نيتروجين، تذوب بالمذيبات الغير قطبية وما تذوب بالماء. المذيبات الغير قطبية مثل الكلوروفوم والإيثر هاي تعتبر مذيبات غير قطبية. إنزين، نجي للثباتية، ثباتية القلويدات. القلويدات عادة هي مثل أكثر المركبات تتحلل بدرجات الحرارة العالية أو بالأحماض. إنزين، يعني إذا حطينا حامض مركب راح يصير لها ديهايدروجين ينسحب ذرة الهايدروجين. مثل عندنا تحول قلويد المورفين إلى أبو مورفين، طبعا أبو مورفين هو مركب قلويدي ثاني إلى فائدة أيضا. إنزين، لهذا السبب نشوف دائما من نحضر مستخلصات أو حتى بالبيت من نحضر زهورات وغيرها ومشروبات شنو يقولون؟ يقولون لا تخليه على النار فترة طويلة أو يغلي، لأن راح تبدي المركبات تتكسر وتتحلل. مثلا نحط النبات مالتنا بعد أن يغلي الماء ونطفي النار نحطه بالماء الحار فترة، بس ما نخليه على النار هو يغلي لأن راح تبدي تتحلل المركبات وقد تفقد قيمتها وفعاليتها البيولوجية. إنزين، نجي على الجزء الأخير من المحاضرة مات اليوم اللي هو تقسيم القلويدات. شلون نقسمها؟ أكو طرق هواي لتقسيم القلويدات بالنباتات. واحدة من هذه الطرق هو تقسيم هيفانوفر، هيفانور، اللي هو يقسم لنا القلويدات على أساس المنشأ اللي إجت من عنده، هل هي من حامض أميني أو لا. القلويدات اللي تجي من حامض أميني مشتقة من أحماض أمينية، لأن إحنا قلنا القلويدات هي سكندري متابولايت يعني هي جاية من نواتج الأيض الأول يوم متجمعة، فأكو بالنبات أحماض أمينية اللي هي لصناعة البروتينات، فهي زايد من عدها يتحول ويكون لنا قلويدات عملية ثانية. إنزين، فاللي مشتقة من أحماض أمينية راح نسميها قلويدات حرة هو الكالويد أو بروتو الكالويد أو القلويدات الأولية. الغير مشتقة من الأحماض الأمينية راح نسميها قلويدات كاذبة مو حقيقية. إذا سيدو الكالويد، القلويدات الكاذبة لا تشتق من الأحماض الأمينية مثل السولانين. القلويدات الحقيقية والأولية مشتقة من الأحماض الأمينية، لكن شنو الفرق بيناتهن؟
القلويدات الحقيقية النيتروجين اللي يميز القلويدات موجود ضمن الحلقة، هاي الحلقة أو هاي الحلقة قد تكون يحتوي موجود بها ذرة النيتروجين، فهو موجود ضمن الحلقة الغير متجانسة مثل الأتروبين. انزين القلويدات الأولية هاي مو الحقيقية، الأولية هي مشتقة من الأحماض الأمينية، لكن نشوف النيتروجين بعد ما موجود بالحلقة إنما خارج الحلقة، فهاي نسميها أولية، يعني حفظوها بالبداية بعدها ما دخلت للحلقة فنسميها بروتو الكالويد مثل الأفدرين. انزين اكو تقسيم تقريبا تقسيمات هواي حسب الاحماض الامينية، انا ما راح انطيكم اياها. اكو تاكسونوميكال كلاسيفيكيشن اللي هو يعتمد، لان احنا ندرس نباتات يعتمد على النباتات، فاذا اكو عائلة مثلا عائلة عائلة كاملة تعزل بها نوع من القلويدات موجودة هاي العائلة فنسمي هاي القلويدات باسم العائلة، مثلا سولانيسي الكالويد، لان هي هاي مجموعة القلويدات موجودة دائما بأجناس هاي العائلة، عائلة السولانيسي. مثلا قلويد الأتروبين يعتبر من السولانيسي الكالويد لأن هو موجود ضمن الأتروبة ضمن هذا النبات. انزين السولانين أيضا ضمن السولانيسي لأن موجود من هذا النبات. قلويد الكوينيني لا ما موجود بهاي العائلة، موجود بعائلة السنكونية، جنس السنكونية اللي هو الكنابينيوس، نبات الكنابس نفس العائلة، فراح نسميها هاي العائلة راح تعود إلى هاي العائلة من القلويدات. التقسيم اللي احنا راح نعتمد عليه اللي هو الكيميكال كلاسيفيكيشن راح ناخذه بالجزء المحاضرة الجاية، اللي هو كيميكال كلاسيفيكيشن اللي راح نقسم به القلويدات على أساس الستركتشر الكيميائي مالتها، التركيب الكيميائي الهند.